أنتوا شو عم تعملوا؟ ليكي مدام، ممكن تتركينا نعرف نكمل شغلنا؟ هيك بتفوتوا على بيوت العالم لحالكم فجأة وبدون ما تاخدوا إذن؟ كيف بدك نفوت على هيك بيت؟ صحابوا عليهم ضرائب كتيرة وسارقين الملايين. شو قصدك يعني؟ أنه نحن حرامية؟ مجوهرات ديدي، مو هي اسم الشركة اللي إلكون وعليها ضرائب مو مدفوعة، ونحن هلأ معنا أوامر أنه نحجز على البيت. أمي ما أنا حرامية، عم تفهم؟ هي مستحيل ما تدفع الضرائب اللي عليها. أمي سيدة أعمال محترمة وأنا ما رح أسمح لك تغلط بحقها. ليكي خلاص، أنا لآخر مرة عم نبهك، خلينا نعرف نكمل شغلنا ونمشي، وإذا بدك تسألي أي سؤال تاني روحي اسألي لأمك وهي رح تجاوبك بتفهمك ليش عليها الضرائب. صدبة. حاجة تقول عن أمي إنها حرامية. إذا بتريد. ممكن إنك تحكي مع بنتي بشوية احترام؟ أنت ما معك ولا دليل ضدي لتتهمني إني سرقت ملايين، بعدين أنت كيف بتفوت على بيتنا بهالطريقة؟ اتركينا نعرف نشوف شغلنا، ممكن؟ هدول الجماعة يلي أعلى مني هون، فيكي تحكي معهم هلأ. شو يا دشباندي؟ خلصت كل شيء؟ إذا بتريدي يا مدام، ما بيصير إنك تتدخلي بشغل الدولة، وغير هيك رح نضطر نتصرف معك تصرف تاني. إذا بتريد، لحظة، ممكن نحكي برواق ونتفهم؟ انتو هلأ عم تخطنوا على كل شي بالبيت، بس فهمونا ليش؟ الإجراءات بتطلب منا هيك شي، وبدنا حسابات البنك وكل الأوراق اللي بتتعلق بالشغل هون عندكم، ما عم نتصرف من عنا. ومستحيل الدولة تعمل هيك تصرف لو ما كانت القصة كبيرة كتير، لأنه في مبلغ 20 مليون مو مدفوعين. شو؟ غلطي إني حطيت كل المصاري باتفاقية الأستاذ ميهتا، شو أعمل؟ لازم أحكي مع المحامي فوراً. راشفير، منيح إنك إجيت هلأ. إيه لا تخافوا، ليكي عمتي، فيك تطولي بالك شوي، أنا هون ورح أتصرف، اطمني. وعلى فكرة أنا خبرت عمي كيسار والمحامي هلأ بيجوا. شكراً كتير إلك، ما عم أعرف شو بدي أعمل. يا ربي راشفير خليك، ضروري إنه تنحل القصة. اطمني، أنا واثقة إنه زوجي رح يعرف يتصرف صح ويحل القصة. أنا مالي شايفة سيد هارد روشني، وينه هلا؟ من الصبح ماله مبين، بس ما يكون نسيان إنه هو سهر العيلة. هو دائما هيك بيختفي فجأة ولا بيهرب بس وقت اللي بيكون صاير معنا مشكلة وبدها حل. وهي المي، تفضل. أمي. إيه؟ أبي، لجماعة مصلحة الضرائب راحوا يعملوا كبسة من شوي على محل حمادي وبيته كمان. عن جد؟ شو قلت؟ لك إيه، ما بعرف ليش هيك صار. أبي أنا لازم روح. طيب ماشي، روح. وليك خبرني شو بصير معك هونيك فوراً، ولا تتأخر، وقل لي إذا بدكم مساعدة. أكيد أبي بدنا مساعدتك، لازم تحكي مع العالم يلي بتعرفهم ضروري. إيه، مثل الأستاذ شارما رئيس مصلحة الضرائب الجديد، هو كان رفيقك كتير، مهيك فيك تحكي معه هلا، لأنه أكيد في سوء تفاهم، مستحيل تكون حماتي عاملة أي شيء. صح إنه حماتي قوية وعنيدة ودائما بتعمل يلي براسها، بس أكيد هي عم تدفع الضرائب. أنا رح روح هلا، أنا رح دق لك فورا، بس بدي إياك برشانت دير بالك عليهم. روح يلا. تخاف سيد، دير بالك على حالك. مدام، أنت فيكي تتأكدي من القصة، هي سرقة فيها 20 مليون، وصاحب الشغل رح يتوقف عنا لبين ما نحن نتحقق من الموضوع ونحله، لهيك لازم تجي معنا. روشني، شو عم يصير معكم هون؟ فهميني. قلي انت وين كنت كل هالوقت؟ بتعرف انا كتير كنت خايفة عليك لانك ما حكيت معي ولا مرة من الصبح. روشني خلص روقي، ما رح يصير شيء، انا معك.
أنا قلت لك لا تحطي كل المصاري اللي معك مع الأستاذ ميهتا لأنه راح تصير كتير مشاكل وقصص مانك قد بنوب. لو إنه المصاري معك هلأ هون كنا خلصنا من هالمصيبة يلي صارت، بس أنت ما بتردي عليه. أنا معي هالمصاري بحسابي يا حماتي، بس ما بقدر ساعدك بأي شيء أبداً بسبب بنتك. أنا كتير آسف، ما بعرف شو لازم أعمل مشانك هلأ. راشفير اسمعني، ساوي أي شيء مشان طالعني من هالموقف ونحل القصة، وخليك يسار كمان يعمل يلي بيقدر عليه، ماشي؟ ليكي مونا، ديري بالك منيح على روشني وعلى أمي. خودات يلا. ليكي مدام، آسفين نحن هلأ لعرفنا إنه ما بيصير ناخدك على السجن، رح ناخد بس الشخص يلي باسمه شغل. بس هذا الشغلي أنا. أكيد مدام، بس حسب القوانين اللي عنا كل الشغل باسم روشني باتيل والستة لروشني كمان. لهيك لازم يجوا معنا هلأ، تفضلوا لو سمحتوا. انت شو ناطر لهلأ؟ خدهم من هون، خدهم من شان نحقق معهم. خلص! انت شو عم تعمل؟ كيف بدك تاخدهم وهنن ما دخلهم بشي؟ صح انه الشغل باسمهم، بس بالاساس شركه ديدي هي اللي بتشتغل كل شيء، وفيك تسال، انا اللي رح اجي معك مو هنن، وفيك تسالني شو ما بدك، وما في داعي انك تدخل امي وبنتي بهيك قصه بنوب. ستي؟ ستي ستي روقي، ما رح يصير شيء، اطمني، كل شيء رح يكون تمام. ممكن نتفاهم؟ نحن ما رح نتهرب من الدفع ابدا، بس بدنا شوية وقت لحتى ندبر المبلغ، ورح تنحل كل القصة اكيد، حتى انه رح نتعاون معكم قد ما فينا صدقني. تتعاون معنا؟ ليش انت عندك احتمال غير هاد؟ غصبا عنك رح تتعاون، بعتذر منك، هاي قضية سرقة كبيرة، ولهيك نحن مضطرين ناخذهم معنا. ما عذرت، نحن عم نتعامل معك باحترام كتير، وانت عم تقلل بقيمتنا وعم تتهمنا بكتير قصص وانت ببيتنا. هدول يلي جايبون معك شكلهم مو مربيين ابدا. سيد هارت، لأنه هاي مو طريقة تحكي فيها مع البنت. شو؟ أنت متأكد؟ قلت مو مربايين؟ طيب أنا رح فرجيك هلأ كيف بتكون الترباية على أصولها. خدوهن يلا فوراً. روشني سيدهارت يلا. لا لا تأخذوني معنا. روشني سيدهارت اتركها لو سمح. سيدهارت خلصينا بقى. سيدهارت اتركوا بنتي، بنتي شو اللي عم بيصير؟ سيدهارت خلص، صار لنا ساعة بنسمع حكيكم الفاضي، بس نحن مو أغبياء وبنعرف القانون تمام. بأي حق عم بتقربوا على مرتي وتاخدوها معكم بهي الطريقة؟ أنتوا إذا ما معكم شرطة ما بيحق لكم تفوتوا ولا تاخدوا مرتي ولا حتى ستي، عم تفهموا؟ روحوا جيبوا الشرطة وبعدين تعوا لعنا. إذا بيجوا معنا هلأ رح نسألهم أسئلة عادية ونتركهم يروحوا. بس هذا الشاب اللي غلط معنا بالحكي وحاول إنه يضرب موظفين الدولة رح خليه عنا، رح أتصرف معه تصرف تاني، رح علمه كيف الواحد يغلط بالحكي ويتهجم على غيره كتير منيح. قلت لي إنه موظفيني مو مربيين؟ مين فكر حالك أنت ها؟ عفواً، فينا نحكي شوي بهدوء؟ أنا معك إنه نحن غلطانين. بس أنت لازم تفكر، لو كنت بمحلهم، شو كنت بتعمل؟ لهيك بترجاك إنك تسامحنا على الشيء اللي صار هلا. بس هي أول مرة بتيجي مصلحة الضرائب لعنا، لهيك صار هالموقف هلا. بدي أعتذر منك.